شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. صدق الله العلي العظيم. كان حديثنا حول منازل الآخرة، وذكرنا أن أول منزل من هذه المنازل أو مقدمة هذه المنازل هي حالة الاحتضار. هذه الحالة لها خصائص: الأولى أن هذه الحالة تمثل منتهى درجات الضعف الإنساني. الثانية أنها تمثل مرحلة التذكر. الثالث أنها تمثل مرحلة المعاينة والانكشاف. أما الفصل الآخر في هذا الحديث فهو ما ينفع الإنسان في هذه الحالة. أول ما ينفع الإنسان في هذه الحالة الأمل بالرحمة الإلهية، وقد مضى الحديث حول ذلك. أما حديثنا في هذا اليوم فهو يدور بإذن الله تعالى حول ثاني ما ينفع في هذه المرحلة، وهذا الشيء هو الابتعاد عن الذنوب والموبقات. هنالك حديث مروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول الإمام في هذا الحديث: إن أردت أن يختم بخير عملك،
هذا أملنا جميعا أن الإنسان تكون نهايته وعاقبته عاقبة طيبة. الجد رحمة الله تعالى عليه كما نقل عنه بعض العلماء كان يدعو في السجدة الأخيرة من صلاته بهذا الدعاء، كان يقول: اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. كما نقل بعض العلماء كان مقيد بهذا الدعاء في السجدة الأخيرة من صلاته، فقيل له: إنك شيخ في السبعين من عمرك، يعني مو شاب، شاب محتمل يذهب يمين شمال معرض للخطر، ولكن الرجل اللي بلغ السبعين تجاوز السبعين هذا بعد ماكو خطر عليه. قيل له: إنك شيخ قد بلغت السبعين وأنت معروف بالإيمان والتقوى، فشنو هذا الدعاء؟ فقال رحمة الله عليه: إني أخاف أن أكون ممن نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذه آية قرآنية: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. المفسرون يقولون: كانت هنالك امرأة من بني تميم، وكانت لها مجموعة من العاملات، من أول الصبح كانوا يقعدون يغزلون غزيل نسج من الصبح إلى الظهر، هذا النسيج يستحكم. بعد ما كان يصير الظهر كانت تأخذ هذا النسيج وتنقضه كله، يعني والعياذ بالله أحيانا واحد هالشكل يصير، ورأينا بأم أعيننا، شفنا إحنا في حياتنا القصيرة هالشكل أفراد أنه كانوا مؤمنين متدينين ملتزمين، ثم بعد ذلك ساءت عاقبتهم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فهذا في الواقع أمنية الإنسان، هذا أمل الإنسان، لأنه هذا يمثل الحد الفاصل. المسيح صلوات الله وسلامه عليه وهو نبي من أنبيائنا العظام يقول: البناؤون يقولون لكم، مضمون كلامه، إن البناء يكون بأوله. هذا واضح، استحكام البناء مربوط بهذه الأرضية اللي يبنى عليها البناء. إن البناء يكون بأوله، وأنا أقول لكم. المسيح له مواعظ جدا لطيفة، مو هذا الموجود في الإنجيل الفعلي، لا، اللي موجود في رواياتنا الأئمة صلوات الله عليهم نقلوا عنه: وأنا أقول لكم إن البناء يكون بآخره. هاي هي اللحظة الأخيرة اللي يتمثل الحد الفاصل، إما واحد بعد مصيره يكون إلى الجنة، وإما مصيره والعياذ بالله يكون إلى النار. هي هاي اللحظة الأخيرة، هاي اللحظات الأخيرة، يعني هذه اللحظات جدا لحظات مهمة.
وهذه الأمنية التي يشير إليها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث جدا شيء مهم. أحد رجال الدين يقول: كنت في حرم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ورزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. يقول: شفت الناس، وشايفين كثير منكم حرم الإمام الرضا والحالة الموجودة في ذلك الحرم، فيقول: رأيت الناس في حالة خشوع، في حالة خضوع، في حالة تضرع، وكل واحد منهم يدعو لحاجة من الحاجات الدنيوية أو الأخروية. فيقول: رحت إلى واحد وقلت له: إذا تسمح بسؤال. قال: تفضل. قلت: أنه الله الآن إذا ألهمك مثلا أو على لسان ولي من أوليائه قال لك: أنا أقبل منك دعوة واحدة مستجابة، شنو تدعو؟ فالدعاء فقط. ماذا تدعو؟ يقول: شوية فكر وقال: أدعو الله تعالى بحسن العاقبة. حقيقة هذا أهم دعاء. إحنا حقيقة عندما نشوف ندعو الله تعالى، هواي ندعو الله تعالى ونلح على الله لحاجاتنا الدنيوية وما في إشكال. وفي الآية الكريمة: فإليه تجأرون. واحد يجأر إلى الله سبحانه وتعالى، على ما في بالي تجأرون، يعني واحد يلتجئ إلى الله تعالى ويصرخ من أعماق قلبه، يعني هذه الحاجة ممضة مؤلمة من أعماق قلبه، يصيح: يا الله. حقيقة عندما ما يكون أمام الناس، عندما يكون وحده. فندعو لحاجاتنا الدنيوية ونغفل عن أهم حاجة وهي هذه الحاجة. قال: أنا أدعو الله تعالى بحسن العاقبة. يقول: رحت إلى واحد ثاني وطرحت عليه نفس السؤال. يقول: شوية فكر، قال: إذا علمت أن لي عند الله تعالى دعوة مستجابة، أطلب من الله حسن العاقبة بدون اتفاق بينهم وبدون أنه واحد يعلم ما قاله الثاني. يقول: رحت إلى الثالث أيضا نفس الجواب. ثلاثتهم اتفقوا على أن الدعاء الذي يدعونه حسن العاقبة. فحقيقة هذا الشيء الموجود الذي يشير إليه الإمام شيء مهم. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول في هذا الحديث: إن أردت، وكلنا نريد، إن أردت أن يختم بخير عملك، أو نقرأها: إن أردت أن يختم بخير عملك. لعل القراءة الأولى أظهر: إن أردت أن يختم بخير عملك حتى تقبض وأنت في أفضل الأعمال. ماذا نفعل؟ إذا واحد يريد هذا الهدف، يريد هذه الغاية، ما الذي يجب عليه أن يفعل؟ إحنا قبل أن نتلو بقية هذا الحديث الشريف نشير إلى هذه النقطة، هذه الحقيقة المهمة التي قد يغفل عنها الكثيرون.
هذه الحقيقة ذات وجهين. الوجه الأول من وجهي هذه الحقيقة أن طاعة الله سبحانه وتعالى لها آثار كثيرة. طاعة الله يعني واحد كل يوم يصلي صلاة الصبح، يصلي الصلوات في وقتها، يخمس، يزكي، يحج، طاعة الله فيما أمر به، هذه الطاعة لها آثار. ومن جملة هذه الآثار، ولعلها من أهم هذه الآثار، أن طاعة الله سبحانه وتعالى تنعكس على المستوى العقائدي للإنسان. إحنا ربما نتصور أن العمل شيء والعقيدة شيء آخر. العمل له مجاله والعقيدة لها مجالها، لا، مو هالشكل. في منطق القرآن الكريم لا يوجد هنالك انفصال بين العمل والعقيدة، لا، العمل مؤثر في العقيدة، العمل الصالح يؤثر في الحالة العقائدية للإنسان وفي المستوى العقائدي للإنسان. هذا في القرآن الكريم. في مصطلح القرآن الكريم يقال لهذه الحالة حالة التثبيت. في أين؟ ما الدليل على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لاحظوا هذه الآية الكريمة. الله تعالى يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. الأحكام الإلهية هذه كلها مواعظ، لأن في صالح الإنسان. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. شنو معنى التثبيت؟ التثبيت يعني تمكين النفس في منازل الإيمان، تمكين، هذا يقال له التثبيت. كل عمل صالح الإنسان يفعله ولو كان هذا العمل الصالح بذكر مختصر، يعني واحد يقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، هو هذا العمل الصالح يساهم في تثبيت العقيدة الحق في الإنسان. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة إلى الإنفاق: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. هذا تثبيت ناشئ من النفس، واقع على النفس، وتثبيتا من أنفسه. يعني الإنسان عندما ينفق درهما في سبيل الله، هذا الإنفاق يثبت إيمان الإنسان، مو أنه يكتب له عمل صالح ذاك في محله. هذا الإنفاق يثبت إيمان الإنسان، يعني هذا الإيمان يستحكم شيئا فشيئا. هذا الوجه الأول من وجهي
هذه الحقيقة أن العمل الصالح يؤدي إلى التثبيت. الوجه الثاني من وجهي هذه الحقيقة أن العمل الطالح يؤدي إلى التكذيب. واحد لا يقول هذا الذنب، شنو أهمية هذا الذنب؟ هذا الذنب الذي يقوم به الإنسان يؤدي إلى ذنب آخر. الطاعات بعضها آخذ برقاب البعض الآخر، الذنوب بعضها آخذ برقاب البعض الآخر، واحد يجر الثاني. واحد يقول لا هذا الذنب ما في إشكال، لا هذا الذنب خطر، لأن هذا الذنب يأثر في روح الإنسان. هذه الروح إذا صارت ضعيفة، إذا صارت مهتزة، هذا يؤثر في ذنب آخر ويؤثر في ذنب ثالث. لا بأس أن أقول هذا الشيء، الغناء هذا الشيء اللي الآن متداول في كثير من البيوت، الغناء ذنبه. خب واحد يقول نذنب هذا الذنب ونستغفر الله تعالى. طبعا أكو في الحديث إن البيت الذي فيه الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، يعني الفجيعة تنزل في ذلك البيت. شنو شكل الفجيعة؟ بأي شكل من الأشكال. الغناء، الغناء مو غناء فقط، الغناء مرحلة في معصية الله. هذه الخفة التي يوجدها الغناء في النفس، نفس الإنسان ثقيلة مثل فتشي ثقيل، حجر ثقيل، هذا الثقل كيف أخذ؟ هذا الثقل أخذ من تربية الوالدة، من مجالس الوعظ والإرشاد، من قراءة القرآن الكريم، من قراءة الأدعية، من صيام شهر رمضان. الإنسان نفسه صايرة ثقيلة. الغناء شنو يسوي؟ الغناء هذا الثقل الموجود في النفس الإنسانية يوخره، يزيله. نفس الإنسان يصير خفيفة مثل ريشة. النفس إذا صارت خفيفة يمكن أن تهجم على الذنوب وعلى المعاصي. هذا رأيته في كلام بعض العلماء الأجانب، يقول الغناء يولد طاقة غريبة في الإنسان. تعبيري أنه مو أنه واحد ما يتمكن يسيطر على هذه الطاقة، بس يصعب عليه. ليش واحد يعرض نفسه؟ طاقة تولد في نفس الإنسان تهجم به على معاصي الله، صعب بعد واحد يمسك نفسه مع هذه الحالة. هذه أجواء الحرام جدا مؤثر، ذنب يقود إلى ذنب أكبر منه، وذلك الذنب يقود إلى ذنب آخر أكبر منه. هذه الذنوب تجتمع وتجتمع وتجتمع وتؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى العاقبة السيئة. يزيد لعنة الله عليه عندما دخل عليه السبايا أخذ ينشد هذه الأبيات عندما رأى رأس الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أخذ ينشد هذه الأبيات المعروفة: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. يا ليت أشياخ الذين قتلوا في معارك رسول الله في صف المشركين
يا ليت كانوا شاهدين هنا يشوفون كيف الانتقام من رسول الله صلى الله عليه وآله. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لاستهلوا لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، إلى أن يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. يعني القضية كلها كذا، كفر صريح. فقامت السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها وقالت الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. صدق الله كذلك يقول. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هذه عاقبة الذين أساءوا السوء. الإنسان يبدأ بذنب وذنب أكبر وذنب أكبر وينتهي إلى تكذيب الله سبحانه وتعالى. لذلك حقيقة من الأشياء المهمة جدا أن الإنسان يواظب على حالاته. الإمام صلوات الله عليه يقول إن أردت أن يختم بخير عملك حتى تقبض وأنت في أفضل الأعمال فعظم لله حقه في أن تبذل نعماءه في معاصيه. لا تصرف نعم الله في معصية الله. الله أعطى للإنسان عين، هذه نعمة. شكر هذه النعمة أن الإنسان يصرف العين في مرضاة الله، في قراءة القرآن، قراءة الأدعية، النظر إلى الكعبة، النظر إلى الوالدين، لا أن يصرف هذه النعمة في معصية الله. الله أعطى للإنسان قوى وطاقات، لا يصرف هذه القوى في معصية الله. وأن تغتر بحلمه عنك. ينقل أنه كان هنالك رجل معروف، هذا الرجل يقال له الفضيل ابن عياض. هذا الرجل كان شيخ من المشايخ وكان له تلاميذ، وكان واحد من تلاميذه جدا متفوق على الآخرين. مرض هذا التلميذ، اشتد مرضه ووصل إلى مراحل النزع. هذا فضيل اجى على هذا اجى في بيت، شافه دا يعاني حالة النزع، فأخذ يقرأ له سورة ياسين. هذا التلميذ بدل أن يفرح بذلك، أن يبتهج بذلك، فتح عينه ونظر إلى أستاذه وقال لا تقرأ هذه السورة، فسكت. ثم توجه إليه وقال له قل لا إله إلا الله تلقين. فقال له إني لا أحب هذه الكلمة والعياذ بالله. ثم مات هذا التلميذ المتفوق. الفضيل هواي تأثر لأنه انتهى بعد
إذا واحد آخر كلمته كانت شهادة لا إله إلا الله هذا من أهل الجنة، أما يموت على هذه الحالة هذا بعد. فجدا تأثر وذهب إلى البيت في الليل، رآه في المنام وهو يسحب إلى نار جهنم هذا التلميذ، فقال له عهدي بك أنت تلميذ متفوق مؤمن، ليش حدث هذا الشيء؟ قال في الواقع أنا كانت لي 3 ذنوب في حياتي، وهذه الذنوب منعتني من أن أنطق بالشهادات في حالة الوفاة. الإنسان يصير في قبضة الشيطان. الإنسان إذا عود الشيطان أن يهيمن عليه، إذا صار تابع للشيطان كل يوم الشيطان يأمر بأمر، الشيطان خو ما عنده قوة، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. الشيطان اليوم تريد تقوم لصلاة الصبح يقول لا تقوم، واحد ينام، بكرة يقول له انظر إلى هذه الفتاة فينظر، يعني هذا أصبح طيع للشيطان في قبضة الشيطان. في لحظات الاحتضار يقول له لا تقل لا إله إلا الله، هو ما يقول لا إله إلا الله. قال كانت لي 3 ذنوب، الذنب الأول أنه كان نماما، وحقيقة هذه من الذنوب الكبيرة النميمة، واحد ينقل كلام هذا لذاك، يجعد هذا يقول فلان واحد اتكلم عليه قال هذه الكلمة، حتى إذا كان حقيقة، يعني إذا ما كان حقيقة هذه تهم، وإذا كانت حقيقة فهذه نميمة. الذنب الأول أنه كان نماما، هذا الذنب الأول. الذنب الثاني أنه كان يشرب المسكر، وذنب ثالث أيضا ذكره. هذه الذنوب الثلاثة هي التي منعتني. جاءت امرأة إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقالت إن الأطباء وصفوا لي المسكر علاج، شيء في مادة مسكرة ولو قليل، فقال لها الإمام الصادق صلوات الله عليه لا والله لا أأذن لك ولو بقطرة، أما أنك تندمين إذا بلغت النفس هذه. الإنسان هناك يتندم، هذه الذنوب هي التي منعت. لذلك حقيقة الإنسان ينبغي عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، وأن يصمم على أن لا يرتكب الذنب، وإذا تورط في يوم من الأيام يبادر إلى الاستغفار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج الألباب كل جهاتي، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي، بين الظلام وبين نورٍ
مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.